طبعا اول حاجه فكره اليوم العالمي للطهي المستدام غير معروفه عندنا كثير في المملكه هنا، فهي بشكل عام اذا نبغى نلخصها، الطهي عباره عن الاكل او المطبخ او تحضير الاكل، والشيء المستدام هو عباره عن زراعه الاكل او صيد الاسماك او انتاج الاكل. هذا بشكل عام تلخيص للمصطلح نفسه. يعني يعني الطبخ المستدام نوعية معينة من الأكل أو نوعية معينة من المنتجات الزراعية أو البحرية اللي تستخدم في الطبخ المستدام؟ لا، هو الفكرة بشكل عام أنه كيف الأكل يطلع من البداية إلى النهاية. إحنا نسميها يعني from the farm to the fork. أوكي. يعني من المزرعة، من المزرعة للتقديم. أوكي. وتكون من مسؤولية الطاهي. صحيح. كيف تتابع أكلك لما يطلع من المزرعة ويطلع بتوصيل مثلا يناسب الأكل، تبريد مناسب، وكيف تحفظ الأكل وكيف وقتها تحضير الأكل وتحفظه أنه يمنع الهدر عندك؟ لأن للأسف في بعض المطاعم أو الفنادق يحضروا أكل كميات كبيرة ويكون فيه هدر كبير، فإحنا نحاول قدر المستطاع خصوصا الأوقات الحالية كمان أننا نقلل هدر الأكل. جميل. طيب بالنسبة للطهي المستدام ووعي الناس بالطهي المستدام، يعني هل الناس عندها فكرة عن الطهي المستدام كيفيته وأبرز الطرق فيه؟ طبعا لو بنتكلم بشكل تفصيلي اكثر عن الطهي المستدام، هو فن يعني ثقافي المفروض نفهمه بالتفصيل اكثر. كيف نفهمه بالتفصيل اكثر؟ يعني مثال، اذا حافظنا على البيئه وحافظنا على المنتج اللي يطلع لنا من المزارع والمنتج اللي نصيده من البحر وانتاج الاكل، كذا راح نكون ضامنين استمرار الغذاء لفترة أطول. فهذا هو الهدف بشكل جيد. عام من الطهي المستدام، يعني انعكاسه على الطبق. اليوم يمكن مطاعم عالمية هي من تطبق هذه الاشتراطات، وأيضا تشرح لك قيمة الطبق العالي جدا، تقول لك والله أني أعتني من المنتجات في المزرعة حتى تمتلك المزارع، وأيضا حتى درجات البرودة وطريقة النقل أيضا تختلف، فبالتالي هذا الاهتمام حتى وصولا إلى الطبق. الحديث الانعكاسات على الطبق، وهل بالإمكان أن هذا الطبق يكون في المنازل؟ يعني هذه الثقافة لا تقتصر فقط على المطاعم ذات الرفاهية العالية؟ أكيد في كثير ناس في البيوت هم اللي يزرعوا مثلا بعض من أنواع الخضار الورقيات، هم يزرعوها في البيت على حسب الحاجة اليومية اللي يستخدموها. وكمان مثلا إذا بنروح الجهة الثانية، مثلا نستخدم اي نوع بهارات، بدل ما نجيب البهارات مطحونه جاهزه نجيب البهار الصحيح واحنا نسويه. فدائما نبدا من السكراتش من البدايه، كذا يعطي الاكل طعم غير، وراح نحافظ اكثر على انه ما يكون في هدر كبير في الاكل بشكل عام. طيب لو تكلمنا عن المبادرات، تفضل. بالنسبة للمطاعم بشكل عام، أنا الحين مطبق عندي في المطبخ قانون أنه زيرو ويست ويستج، ما عندي أي نوع من الهدر. طبعاً إجباري في إنتاج الأكل راح يطلع عندنا هدر، زي مثلاً لما أقطع لي في البصل الخضار كذا راح يطلع قشور، راح يطلع شيء. هذه كلها أنا أستفيد منها، أحضر منها شربات أو صوصات، ففي نهاية اليوم أنا أتأكد أن المطبخ عندي ما في هدر تماما. في البداية كيف أتأكد من الشيء هذا؟ طبعا يعني نشيك نشوف هل عندنا شيء طالع من المطبخ ولا لا، ومع الوقت طبعا اللي يشتغلوا في المكان راح يتعود أنه خلاص المكان خالي من هدر الأطعمة تماما، ويصير أسلوب.
وحيصير كمان سلوك انه عدم الهدر سواء في الاطعمه او سواء في الاشياء اللي حتبقى من الاكل. لكن خلينا نتكلم عن تجارب ومبادرات الطهي المستدام. احنا عندنا مبادرات لها، عندنا يعني طهاة مثلا متخصصين في هذا المجال. والله بصراحه في الوقت الحالي ما شفت احد متعمق في جهود يعني شخصيه، بس ما بينت بشكل واضح يعني. اهميه انه تكون موجوده هذه المعلومات برضو للناس. يعني انا من الافكار اللي قاعد افكر فيها الحين يا ساره انه فعلا ادخل هذا الاسلوب، لاني يعني اعتقد انه حتى ممكن ينعكس على النفس انه يجود من عمليه الاداره، من حتى الثقافه الصحيه وايضا المعلومات باكثر من جانب. انت ما تتحدث عن الطبق اللي بتاكله، لا، تتحدث عن طريقه كامله حتى يصل الى هذا الطبق. هذه الجوده في هذا الطبق، اهميه وجود وتوفر معلومات حول الطهي المستدام. طبعا شيء مهم جدا هذا، سواء للي يشتغلوا في مجال الطهي نفسه او سواء للمستهلك نفسه، لان الموضوع مو بس للشفات، كمان احنا نطلب من المستهلك نفسه انه ما يهدر في الاكل، انه يطلب على الحاجه اللي بياكلها هو يعني. فللاسف بعض الاحيان نشوف يعني سلوكيات انه الناس تطلب كميات كبيره وكذا، فهاي انا ما حد راح اتحكم فيها، في النهايه راح يكون هدر بس طالع من الصاله مو من عندي من المطبخ. فاحنا نطلب كمان من المستهلك انه يشاركنا في اليوم العالمي هذا. جيد، يعني فكرة الهدر أكيدنا فكرة أساسية خصوصا مع ارتفاع الأرقام، لكن أيضا هناك انعكاسات إيجابية حتى على النكهة. اليوم أنا لما أعرف أن هذا المنتج يزرع بالطريقة المعينة ممتاز، وأعرف أنه صحي وأيضا طريقة نقلة جيدة، فبالتالي حيوية المنتج فلما أكله حتكون نكهته أفضل، إضافة أنه قد يكون أيضا صحي بشكل أكبر. أكيد أكيد ما في شك، يعني في السابق أغلب الفنادق كانوا بالنسبة لتحضير الأكل كان يحضر الأكل ويحفظ مدة 3 أيام. الحين صار في جودة مرتفعة أكثر، صار التحضير يحضر أول اليوم في الصباح، الكمية تكفيك لنفس اليوم فقط، يعني الأكل ما يبات عندك اليوم الثاني. أول حاجة كذا راح نتفادى يعني أي نوع من الهدر في الأطعمة. نعم. وثاني حاجة راح يكون الأكل تستمتع فيه فريش كل يوم بيومه، ولا حتخلي أكل بايت عندك.